وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حالا هنبدأ التسجيل، لسه بادئ، حالا هنبدأ. ان شاء الله السلام خير. عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مهندسة هبة سيد، أهلا وسهلا بكم في ويبينار اليوم بعنوان تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية. بنرحب بالمحاضر الدكتور محمد شعبان، وهو مدير تنفيذي لشركة ألترا بيور، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة ديو دروبس للحلول البائية، وأيضا مدرب تقنيات معالجة المياه وتحليتها في شركة International Scientific Consultants and Training، وشغل منصب استشاري تقني لدى شركة بيراميد أويل فيلد سيرفيسنج كامباني سابقا. وأخيرا بقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات منتجات المياه والطاقة، الجهة المنظمة للويبينار. بنأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية والإيميل في الشات للحصول على شهادة حضور. اتفضل يا دكتور محمد، جاهزين عشان نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا؟ يعني حابب ارحب بكم جميعا، مهندس مهندس ومهندسة مهندسة. ان شاء الله نأمل على الله عز وجل ان نقدر نفيدكم وتستمتعوا بالمحاضرة اليوم ان شاء الله. اولا حابب اشكر منصة اكوا انرجي اكسبو، على رأسها طبعا المهندس محمد خليفة، صاحب انشاء منتدى خبراء معالجة المياه ومؤسس اكوا انرجي اكسبو. ربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناته، لتعليم واستمرار تعليم الاجيال. ربنا يا رب ان شاء الله يجعله ذخر ليه يوم القيامه بعد عمر طويل ان شاء الله. وطبعا بشكر القائمين على اكوا انرجي اكسبو، الباشمهندسين جميعا، عشان ما انساش حد. شكر موصول للجميع ان شاء الله. في البداية حابب أطلب من حضراتكم طلبين. الطلب الأولاني يعني ندعي لإخواننا في غزة وفي السودان، إن شاء الله ربنا يفك كربهم وينصرهم إن شاء الله وييسر أمرهم ويحفظهم من كل شر وسوء. الأمر الثاني إن إحنا يعني نحمد الله عز وجل على استعادة عافية أخونا الدكتور مهندس أحمد خيري. أسأل الله عز وجل أن يتم شفائه عليه يا رب، اللهم آمين. بسم الله نبدأ إن شاء الله الويبنار. إحنا النهاردة هنتكلم على الديسالينيشن تكنولوجيز. زي ما حضراتكم عارفين، الديسالينيشن كلمة تعني التحلية. التحلية ده مفهوم عام لتنقية وتحلية المياه، أو نزع كل ما هو ملوث للمياه. خلينا نبدأ بسم الله ونشوف إيه الهيدلاينز بتاعتنا في الويبنار. احنا في الاول هنتكلم على شوية. عذرا عن المقاطعة، اتفضل يا أستاذ باشمهندس. المهندس ممكن تشير السكرين؟ اعمل ايه؟ تعمل شير للبرزنتيشن. هي البرزنتيشن مش ظاهرة، انا مش عامل شير ظاهر. سكرين. طيب ثانية واحدة. أستاذ المهندس توقفه وتشير تاني. اوكي أول ما تبقى ظاهرة عند حضرتك. ظهرت. تمام، تفضل. تمام كده. تمام، طيب تفضل. زي ما قلت لحضراتكم، إحنا عايزين نتكلم في أكتر من محور. خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن أي حاجة تخص الديسالينيشن نتكلم على بعض الترمينولوجي، بعض المصطلحات. والمصطلحات مهمة جدا، عشان طبعا لينا اخوه ممكن يكونوا لسه اندر جرادويتس او لسه فريش جرادويتد، لسه متخرجين، لسه ما يعرفوش معلومات كتير عن مجال الميه، حابين يخشوا في مجال الميه. فلو اتكلمنا بسرعه في التحليه ودخلنا ان ديتيل في التحليه، يعني شبه مش هيبقوا مستوعبين احنا بنقول ايه. فضروري جدا ان احنا نتكلم في المصطلحات العامه اللي تخص الديسالينيشن. أنا حابب، معلش يا باشمهندسة، أسأل الصوت تمام ولا في صدى صوت ولا في أي حاجة؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور، واضح جدا. طيب ممتاز ممتاز. طيب زي ما قلت لحضراتكم كده، إحنا هنبدأ بالترمينولوجي، وهي بعض المصطلحات الخاصة بعلوم التحلية عموما، وبعدين هنعمل انترودكشن سريعة عن العلوم المختلفة
للتحلية أو التكنولوجيز المختلفة للتحلية، وبعدين هنتكلم في الريفرس أوزموزيس سبيشيالي، وهنتكلم في التنضح العكسي مخصوص، وبعد كده هنتكلم على المين كومبوننت أو المكونات الرئيسية لمحطات التنضح العكسي أو الريفرس أوزموزيس. بعد كده هنعمل كلاسيفيكيشن للريفرس أوزموزيس سيستمز، وبعد كده هنتكلم في إيه الديفرنسز بين مصنعين الريفرس أوزموزيس ممبرين. يعني عندنا ما شاء الله براندات كتير، إيه الفروقات بينهم؟ يعني إيه اللي يخلي حد يروح للبراند الفلاني وحد يروح للبراند الفلاني التاني؟ فده هنقدر يعني ببساطة شديدة جدا نتكلم في عجالة عن الفروقات بين المصنعين والبراندات المختلفة. مبدئيا عشان نتكلم في الـ water treatment in general، وتعني كل ما هو treatment process على المية، أي معالجات أيا كانت، تحلية أو معالجات كيميائية، معالجات فيزيائية، حتى المعالجات البيولوجية في معالجات الصرف، لازم نبقى عارفين إيه هي المية. تمام؟ المية بالنسبة لنا هي مكون كيميائي من الـ H2O، أو ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ده البيور ووتر. البيور ووتر دي ما بتتواجدش في الـ 100% بيور ووتر، ما فيش H2O بس بيور، لازم يبقى فيها بعض الكونستيتوينت، لازم يبقى فيها شوية حاجات إضافية موجودة فيها. الحاجات الإضافية دي بتختلف أشكالها من مكونات زائبة، مكونات معلقة. الأملاح اللي موجودة فيها بتبقى ليها أشكال مختلفة منها طبعا، ونوعيات مختلفة كمان منها طبعا، العضوية والغير عضوية وما شابه. فبالتالي لما يجي حد بيشرح ديسالينيشن أو تحلية ويتكلم أو يذكر إن في حاجة اسمها التي اس أو التوتال سوليد، يقول في اكسبريشن أو ابريفيشن اسمه التي دي اس، ده يعني التوتال سوليد، يعني كمية الأملاح الكلية الزائبة في المياه. كذلك عندنا مصطلح اسمه التي اس اس أو التوتال سسبندد سوليد، دي كمية أو الكمية الكلية للأملاح المعلقة أو العناصر المعلقة في المياه. لما نيجي نتكلم ونيجي نصمم محطة ونقول إن السورس بتاع المحطة دي سيرفيس ووتر، سيرفيس ووتر دي معناها مياه سطحية نقدر نشوفها بالعين المجردة فوق سطح الأرض، أيا كانت هي نهر أو ترعة أو لاك بحيرة أو أي شيء فوق سطح الأرض ظاهر كمجرى مائي، ده يعتبر سيرفيس ووتر. عندنا السب سيرفيس ووتر اللي هي مياه تحت سطحية، مياه تحت سطحية اللي هي بتبقى على أعماق قريبة جدا من سطح الأرض، ما بتبقاش محتاجة عمليات حفر عميقة عشان نجيبها، فبالتالي دي بنسميها مياه تحت سطحية، يعني قريبة جدا جدا من سطح الأرض، دي تتراوح عمقها من 5 إلى 15 متر، ودي يعني شوية ما بنقولش عليها ويل ووتر، ما بنقولش عليها مية أبار، دي بتبقى مياه تحت سطحية. ودي خلينا نقول بالمناسبة يعني ان معظم المحطات الصغيره في مصر او في القرى في مصر اللي بيقام عليها بعض المشاريع الخيريه او ما شابه، معظمها بتبقى سب سيرفيس ووتر، في الاغلب بتبقى قريبه من مجرى مائي، يعني قريبه من فرع نيل، قريبه من ترعه رئيسيه واخده من فرع نيل، فبتبقى في الاغلب هي ملوحتها قليله مش كبيره، لانها مصدرها الاساسي جاي من فرع من فروع النيل، لكن ليها مشاكل كبيرة طبعا، ان هي بما انها قريبة جدا من السطح فللأسف هي عرضة كبيرة جدا جدا لوصول الملوثات ليها زي الصرف الزراعي وما شابه. بعد كده عندنا حاجة اسمها الجراوند ووتر او المياه الأرضية. الجراوند ووتر ليها نوعين، الويل ووتر والسبرينجز. الويل ووتر دي اللي هي مياه الأبار اللي هي بتحتاج ان احنا نعمل حفر ميكانيكي للتربة وللأرض لطبقات الأرض عشان نوصل لسطح المخزون المائي تحت الأرض. أما السبرينج بيبقى هو برضو مياه أرضية على عمق مش قليل، عمق كبير، لكن هي بيبقى نتيجة الضغط تحت
طبقات الارض، ضغط طبقات الارض على المخزون المائي بتبقى مش محتاجه لمعدات كهروميكانيكيه او ترمبات بالبلدي انها تطلعها على سطح الارض. فده الفرق بين الويل ووتر والسبرينجز. طبعا من ضمن الامثله على السبرينجز والعيون، طبعا عيون موسى هنا في مصر مشهوره جدا، كذلك بالنسبه للفرافره والواحات عموما فيها سبرينجز كتير طبعا، ومن اشهر الاكزامبلز اللي احنا يعني اكيد كلنا عارفينها ميه زمزم، هي برضو تعتبر عين من العيون. معلش هتستحملوني شويه في حته ان احنا نقول كل الاكسبريشنز وكل الاختصارات ديت، عشان لما نجري شويه في الكورس محدش يتوه هو ده معناه ايه وده كنا بنقول عليه ايه. فهتستحملوا معلش الكام سلايد دول لانه اكيد اكيد يعني جزء كبير من حضراتكم ما شاء الله يعني عندهم المعلومات دي وزياده يعني. فمعلش عشان لو حد معانا مش عارف المعلومات دي نبقى ما ظلمناهوش ويبقى معانا متابع لحد الاخر ان شاء الله. عندنا مصطلح ار او هو ريفرس اوزموزيس، وبما اننا قلنا ريفرس يبقى اكيد في اوزموزيس عادي من غير ريفرس، تمام؟ فعندنا الار او تعني الريفرس اوزموزيس، الان اف تعني النانو فلتريشن، وده نوع من انواع الممبرين تكنولوجي او الممبرين فلتريشن، هنتطرق ليه في انواع الممبرين فلتريشن. عندنا اليو اف هو الالترا فلتريشن، وطبعا يعني نستفيد شويه حبتين فيه ان شاء الله. وعندنا الام اف المايكرو فلتريشن، وده في الاغلب بنعني بيه الكارتريج فلتر والبكتيريال فلتر والسلف كليننج فلتر، كل الفلاتر دي تقع تحت طائله المايكرو فلتريشن اللي هو بيفلتر الميه بمقياس فلتره او فلتريشن ريت بالمايكرو، واحد مايكرو بقى 0.2 مايكرو 5 مايكرو 5 مايكرومتر، ده حجم البورز اللي بتحجز الشوائب، تمام؟ فمايكرو فلتريشن كل ما هو البور سايز بتاعته بالمايكرومتر ده يقع تحت مسمى المايكرو فلتريشن. عندنا مصطلح اسمه الـ MSF Multi Stage Flash، ده نوع من أنواع التحلية الحرارية وهنتطرق ليه إن شاء الله. وعندنا الـ MED هي الـ Multi Effect Distillation أو التقطير عن طريق التأثير الحراري، والـ ED الـ Electro Dialysis، والـ EDI Electro Deionization، وده برضو نوع من أنواع التكنولوجيز الحديثة في عملية الديسالينيشن للمية. آخر مصطلحين BWRO تعني Brackish Water Reverse Osmosis، وهنعرف يعني إيه Brackish أصلاً دلوقتي، و SWRO يعني Sea Water Reverse Osmosis، وطبعاً Sea Water معناها مية البحر، وهنتكلم على حتة تقسيمة المية ومسمياتها في العام ونتكلم على تقسيمتها بالنسبة للار او. عندنا كلمة desalination وdistillation وdemineralization، اوكي؟ عندنا ثلاث مصطلحات تحسهم واحد بس هما مش واحد. الdesalination هي عملية التحلية، وهي تحويل المية من غير صالحة للاستخدام ايا كان الاستخدام بتاعها لانها تبقى صالحة للاستخدام، وفي الاغلب بيبقى المعني بعملية التحلية هي عملية ازالة الاملاح منها، لكن الديسالينيشن بتبقى فيها مفهوم اعم بعملية الديسولتنج، مش بس الديسولتنج، عملية كمان البيوريفيكيشن. يعني احنا لما هنيجي نتكلم in detail في الريفرس اوزموسيس هنلاقي ان احنا لازم في بروسيس في النص كده لازم نعملها قبل ما نخش على الممبرين، فبالتالي ده كله تحت الامبريلا والمظله بتاعه الديسالينيشن. الديستيليشن هي عمليه ديسالينيشن لكن بالحراره، سبيشيالي بالحراره، تمام؟ الديمينراليزيشن هو ده بقى السبيسيفيك ديسالينيشن،
يعني ايه بقى سبيسيفيك ديسالينيشن؟ الديمينراليزيشن بتطلق على عمليه نزع الايونات والاملاح من المياه، وملهاش دعوه بقصه الشوائب وما شابه، لكن عمليه نزع الايونات والاملاح عن طريق التبادل الايوني بنسميه الديمينراليزيشن او الدي ايونيزيشن. وطبعا هنتطرق ليعني ايه دي ايونيزيشن. شايف حد من الزملاء بيقول عايز المادة العلمية؟ طبعا اخواننا القائمين على المنتدى والمنصة بيسجلوا المحاضرة وهيدوها لحضراتكم ان شاء الله مسجلة او هينشروها مسجلة، فهيبقى طبعا فيها الماتيريال كاملة بإذن الله تعالى. وطبعا كماتيريال يعني اظن يعني ما المنصه بتعترضش على حاجه زي كده. طيب انترودكشن بقى سريع على ليه التحليل، يعني في البدايه خالص ليه اصلا تطرقوا لقصه التحليه؟ يعني مثلا لما حد يجي في ذهنه او يتطرق لذهنه ان التحليه دي عشان الشرب، فيجي يقول احنا كبلد عندنا نهر النيل، فعندنا اوريدي ميه السلينيتي بتاعتها قليله، فاحنا ليه نعمل تحليه؟ كذلك دوله زي العراق كان فيها نهرين، يعني ربنا يجعلهم دايما موجودين، دجله والفرات، وهكذا. فيقول ان في دول كتير كان عندها مجرى مائي عذب مش محتاج تحليه. لو لاحظنا ان التوتال فوليوم للميه على سطح الكره الارضيه 3% منها فقط هو اللو سالينيتي ووتر او الفريش ووتر. ال 3% دول مش كلهم افيلبل، ال 3% دول يعني تقريبا 3 من 10 منهم على سطح الارض سيرفيس ووتر، والباقي صعب الحصول عليه، اما انه في الايس كابس في القطبين او انه جراوند ووتر تحت الارض، فمحتاج معدات ومحتاج اعمال حفر عشان نطلعه ونستخدمه. فبالتالي انت بتتكلم في 3 من 10 من 3% من التوتال فوليوم للميه على وجه الكره الارضيه هو فقط الافيلبل. فطبعا دي نسبه قليله جدا 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 بالنسبه للتعداد السكاني العالمي. طب خلينا نتكلم ان 3 من 10% دول كمان منهم 2% بس انهار، وبعد كده الباقي بحيرات وما شابه. وطبعا كل ما كان المياه استجننت او راقده بيبقى معدلات التلوث فيها اكبر. طيب دي معلومه سريعه جدا، ودي حاجه حلوه لينا كلنا كمهندسين عرب، يعني ان تقريبا 53% 53.4% من التحليه وورلد وايد في العالم كله عندنا في الشرق الاوسط، ودي حاجه كبيره جدا. طبعا طبعا اللي ليها السبق واولى الدول في حجم التحليه العالمي هي المملكه العربيه السعوديه. انا ليه بقول دي حاجه حلوه؟ طبعا لانه اولا ده ماركت كبير جدا، سوق كبير، مجال كبير جدا لدخول قطاع كبير من التقنيين، ايا كان مهندسين وكيميائيين وفنيين وما شابه. فده حاجه كويسه ان احنا نبقى عندنا ماركت كبير من علم من العلوم زي علم التحليه. زي ما لسه كنت بقول لحضراتكم، ادي التوب 20 كونتريز على راسهم المملكه العربيه السعوديه، ويليها الامارات، بعديهم بقى بيخش باقي الدول ان كان اليو اس اي ولا تشاينا ولا الجاي. طيب خلينا نقول دلوقتي، احنا كنا لسه بنقول حالا انه ممكن حد يتطرق لذهنه ان احنا عندنا نهر نيل، احنا ليه نعمل تحليه؟ في معدل وضع للووتر سكارستي او الفقر المائي، وهو 1000 متر مكعب للفرد في العام. يعني المفروض أي دولة توفر 1000 متر مكعب مية حلوة للاستخدام، صالحة للاستخدام بناء على الليميتس بتاعة الـ WHO، 1000 متر مكعب
للشخص والمواطن الواحد في العام. فأي دولة تعجز إنها توفر القيمة دي تعتبر دولة عندها فقر مائي، وللأسف إحنا منهم طبعا، رغم إن إحنا عندنا نهر النيل. فده من ضمن الاحتياجات الملحة، لأن معظم الدول حتى لو كان عندها مصدر مائي صالح للاستخدام المباشر إنها تلجأ لعلم التحلية. طيب خلينا نتكلم على أنواع المية. أنواع المية والووتر كلاسيفيكيشن، لو هنتكلم أكوردنج السالينيتي، فالمية اللي أقل من 500 بي بي إم جزء في المليون، بي بي إم تعني بارت بير مليون، وهي هي تساوي ملي جرام بير لتر، يعني يا إما جزء في المليون أو ملي جرام لكل لتر من الأملاح. فأي مية الملوحة بتاعتها أقل من 500 ملي جرام بير لتر بنصنفها إن هي مياه عذبة صالحة للشرب وصالحة للاستخدام كملوحة، تمام؟ من 500 ل 30,000، وبالمناسبة أنا آسف على مقاطعة الأفكار، 500 دي ده الليمت بتاع الـ TDS المحطوط لمياه الشرب من منظمة الصحة العالمية أو الـ WHO. بالنسبة لينا احنا هنا في مصر، احنا الليمت بتاع الـ TDS بالنسبة للمواصفة المصرية هي 1000 بي بي ام، اوكي؟ فالتصنيف ده بناء على الـ WHO. فأي مية أقل من 500 بي بي ام بتصنف ان هي فريش ووتر، من 500 بي بي ام ل 30,000 بي بي ام تسمى براكش ووتر، وتصنف ان هي مياه متوسطة الملوحة، وسي ووتر أو مياه مالحة أو مياه بحر فيما هو أعلى أو أكبر من 30,000 بي بي ام. زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا هنتكلم على تصنيفين، التصنيف العام وبعد كده التصنيف اللي يخص الار او. لما نتكلم في التخصيص بتاع الار او والتصنيف بتاع الميه فيما يخص الار او، مش هتبقى هي دي القيم. يعني لما نيجي نقول الميه دي والمحطه دي هتبقى براكش ووتر ريفرس اوزموزس، مش هينفع ندخل عليها 30,000 بي بي ام، تمام؟ هتبقى القيم مختلفه تماما. لكن ده التقسيم العام لنوعيات الميه وورلد وايد بالنسبه للملوحه. مهم جدا 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 في الديسالينيشن، عشان تعمل تحلية ايا كان التكنولوجي اللي انت هتستخدمها لازم تبقى عارف انت بدأت منين وهتوصل لفين. لازم تبقى عارف السورس بتاع المية اللي هتشتغل عليه والتارجت اللي عايز تاخده من المية، عشان اصلا تحط الديزاين وتختار وتعمل سيليكشن للتكنولوجي المناسبة، وتعمل المينيمم كابيتال كوست اللي يوصلك للتارجت. يعني في الاخر انت كراجل مهندس، كراجل مصمم، كراجل مسؤول ان انت تعمل لنا محطة للتحلية، مطلوب انك لازم تقف على مصدر المياه وتشوف مصدر المياه هو ايه، عشان تعرف انت هتعمل ايه فيه، وايه التكنولوجيز، وايه الستبس اللي هتعملها على المية دي عشان توصل للتارجت المطلوب. التارجت المطلوب اما ان الشخص او الكلاينت بتاعك اللي بيطلب منك عايز مية المزرعة، هيزرع بيها، يعمل اريجيشن، ومصدر البير اللي عنده في المزرعة غير مناسب لملوحة المية المناسبة للزراعة. ممكن يكون استخدام صناعي، مصنع معين، مصنع دوائي، مصنع غذائي، ليهم الجايد لاين الخاص بيهم، مصنع أصباغ، مصنع أيا كان الصناعة، هو بيبقى ليه الجايد لاين وبيبقى ليه ووتر كواليتي ريكويست، بيقول لك أنا والله عايز المية بالكواليتي الفلانية، والمصدر عندي آدي التحليل بتاعه وآدي الأناليسس الكاملة للكيميكال أناليسس لمصدر المية. فبالتالي أنت لازم تعرف المصدر وتعرف التارجت عشان تعرف انت هتمشي بينهم ازاي، وايه التكنولوجي اللي هتستخدمها، وايه الكومبوننت المفروض تستخدمها في المحطه. طبعا هنتطرق لده في الريفرس اوزموز ان شاء الله. هنتكلم على الديفرنت ديسالينيشن تكنولوجي، ايه التكنولوجيا التكنولوجيات المختلفه لعمليات التحليه.
خلينا نتكلم ببساطة شديدة إنه أصل التحلية هو الناتشرال ديسالينيشن بالحرارة، وده طبعا سبحان الخلاق البديع اللي بيلهم الإنسان عن طريق إنه يرى عظمة الله عز وجل في خلقه، إن هو لولا الثيرمال ديسالينيشن الطبيعي اللي ظهر ما كانش الإنسان بدأ يتعلم إنه في حاجة اسمها إن إحنا نحول مية salty water لمية صالحة للاستخدام والسلانتي بتاعتها قليلة. الناتشرال ديسالينيشن والتحلية الحرارية الطبيعية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه يحصل تبخير للمياه السطحية على سطح الأرض من البحار والمحيطات والأنهار، وبعد كده لما ترتفع في طبقات جوية مختلفة بدرجات حرارة مختلفة يحصل لها عملية تكثيف condensation، وبعد كده أول ما توصل لمرحلة precipitation تنزل على هيئة أمطار ويحصل لها التجميع والكوليكشن لمياه الأمطار. فده أول water desalination العالم عرفه والبني أدمين عرفوه، بدأ بعد كده التطوير لعملية الديسالينيشن. خلينا نتكلم في الديسالينيشن تكنولوجيز المتاحة حاليا، هي عبارة عن ديستليشن، وده الأولد فاشن ديسالينيشن، ده المبدأ القديم لعمليات التحلية، وفيها أنواع كتير منها المالتي ستيت فلاش وده أشهرهم حاليا، والمالتي إفكت ديستليشن. عندنا النوع الثاني من الديسالينيشن، خلينا انا مش عارف باشمهندسين الماوس وانا بحركه ظاهر على البرزنتيشن ولا لا، محتاج حضراتكم تقولوا لي، لان انا مش عايز اتكلم في حد يتوه من الكلام وما يعرفش انا بشاور على ايه. ظاهر يا باشمهندس. تمام زي الفل. طيب خلينا نقول ان احنا عندنا الاولد فاشن ديسالينيشن هي عمليه الديستليشن. طيب في باشمهندس بيقول مش ظاهر، باشمهندس احمد. طيب خلينا نعمل دروينج على اللي احنا هنشرح عليه. اوكي ده الديستليشن وده الاولد فاشن ديسالينيشن، زي ما قلت لحضراتكم ده البدايه من الناتشرال ديسالينيشن عن طريق الايفابوريشن. عندنا النوع الثاني هو الممبرين ديسالينيشن، وده اللي احنا ان شاء الله بصدد التعمق فيه النهارده، اللي هو الريفرس اوزموزيس. طبعا الممبرين، كلمه ممبرين ديسالينيشن تحتها اكتر من حاجه، منها الريفرس اوزموزيس، زي مثلا الالكترو ديايونيزيشن الاي دي اي والالكترو دياليسيس. عندنا النوع الثالث من الديسالينيشن هي الايون اكسشينج. الايون اكسشينج لو فاكرين كنت بقول لكم السبيسيفيك ديسالينيشن اللي هي ايه بقى، الديمينراليزيشن او الدي ايونيزيشن اللي هي عمليه نزع الايونات، ده بيقوم بيه الايون اكسشينج تكنولوجي. ده الميثود او التكنولوجي الثالثه المستخدمه في عمليات الديسالينيشن. طيب خلينا نتكلم في الارقام الواقعيه العالميه، ليه الناس مهتمة أكتر بالريفرس أوزموزيس؟ أولاً الاستخدام للريفرس أوزموزيس وورلد وايد بيمثل تقريباً نص التحلية في العالم عن طريق الممبرين ديسالينيشن بتقنية الريفرس أوزموزيس أو التناضح العكسي. تمام؟ التحلية الحرارية تمثل تقريباً 44% من التحلية في العالم. طبعاً ده ليه أسباب كتير، منها الاوبريشنال كوست والكابيتال كوست وعمليه الباور كونسومشن، حاجات كتير جدا تخلي الريفرس اوزموزيس بالتكنولوجيز المستحدثه عليه والاضافات المستحدثه عليه والار ان دي اللي بيحصل على الريفرس اوزموزيس تكنولوجي كل يوم، بيخليه دايما دايما هو ليه الصداره وليه الافضليه في عمليات التحليه.
ده مثال ل الثيرمال ديسالينيشن والتحليه الحراريه الاصطناعيه او الصناعيه، مش الناتشرال. بقى الفكره كلها جت ان احنا، وطبعا يعني كما ذكر في كتب وبعض المقالات، ان عمليات التحليه كانت مستخدمه من زمن بعيد جدا، من ايام القدماء المصريين وبعض القبائل او الشعوب القديمه جدا. هي عمليه التسخين والتبخير الحراري وعمليه تكثيف البخار، بخار المياه، للحصول على مياه محلاه. فده اقدم طريقه لعمليات التحليه اللي هي الثيرمال ديسالينيشن او الديستليشن. طيب عندنا منه السنجل ستيج، وده القديم، ده اللي الناس زمان جدا جدا كانت تعرفه، ان هي تسخن ميه، تاخد البخار، تكثف البخار، تحصل على مياه محلاه. عندنا الادفانس تكنولوجي من الديستليشن، مالتي افكت ديستليشن والمالتي ستيج فلاش. خلينا نتكلم في النوعين دول ونتكلم سبيشالي على المالتي ستيج فلاش، لان هو ده اشهر موديول للديستليشن تكنولوجي حاليا في العالم. ببساطه شديده خلينا نتكلم في ازاي بنعمل، او ازاي العلماء عملوا الام اس اف تكنولوجي. عايز اوضح لحضراتكم معلومه مهمه جدا جدا، انا شخصيا بحب في اي محاضره في مصر او بره مصر اقولها، لان بفتخر فعلا بيها، انه اول من طبق الام اس اف تكنولوجي على ارض الواقع وعمل محطه بالمالتي ستيج فلاش في العالم هو الله يرحمه الدكتور محمود علي الساعي، دكتور مصري، استاذ دكتور في جامعه عين شمس، كليه الهندسه جامعه عين شمس. وانا شرفت ان انا اتعلمت جزء منه على ايديه في الجامعه الامريكيه في القاهره، فالله يرحمه. هو اول من طبق الام اس اف في العالم عمليا، كان الثيوري موجوده لكن ما كانش حد طبقها عمليا. هو اول حد طبقها عمليا، هو عمل الدكتوراه في انجلترا، واول منفذ الام اس اف نفذها في اسبانيا، وبعد كده تقريبا يعني استقر، حسب ذاكرتي يعني استقر في الكويت، ومازال حتى الان هو ليه يعني ابنه الدكتور يحيى ربنا يديله الصحه ليهم مكتب في الكويت ومكتب في مصر. طيب خلينا نتكلم بقى على التكنولوجي بتاعه الام اس اف. الام اس اف هي عباره عن انك تغير الفيزيكال كونديشن عشان تسهل عمليه الايفابوريشن. ازاي الكلام ده؟ عن طريق قانون العام للغازات، كل ما قللنا الضغط كل ما قل معانا البويلنج بوينت بتاعت الميه. يعني كل ما قللنا الضغط كل ما الميه تغلي اسرع في درجات حراره اقل، بدل ما هي المفروض تغلي من 90% والبيور ووتر المفروض تغلي عند 100، فلا هتغلي عند 50 وال60. طيب ايه الهدف الاصلي من عمليات الام اس اف؟ في الاغلب محطات الام اس اف بتبقى مقترنه بمحطات توليد الكهرباء بالحراره، محطات توليد الكهرباء بالتوربينات الحراريه. وخلينا نشرح يعني ايه توليد كهرباء بالتوربينات الحراريه. بيبقى عندنا مصدر للستيم جنريتور، او ان احنا ننتج بخار يحرك التوربينات عشان ننتج باور، ننتج كهرباء. ده اساس الباور جنريشن عن طريق الستيم، تمام. وطبعا ده مشهور جدا جدا في الكويت والبحرين وليبيا. فاحنا بعد ما خرجنا الستيم وبخار الميه ده ودخلناه على التوربينات انتج كهرباء، انتج باور. المفروض ان الستيم اللي خرج خلاص، يعني انا استخدمته وخلاص خرج، المفروض ده باي برودكت خلاص، يعني ملوش قيمه بالنسبه لي، فيحصل له كوندنسيشن وبعدين نعيد استخدامه بقى كميه تاني وخلاص.
الفكرة جت هنا ان انت تستخدم الباي برودكت بتاع الستيم اللي خارج من المحطات بالكميات الكبيرة بالحرارة العالية، انك تدخله جوه تشامبر، جوه غرف. الغرف دي قللنا فيها، عملنا زي الفاكيوم بس ما بنعملش كومبليت فاكيوم، بنقلل بس ضغط الغرف وندخل ستريم من الميه اللي حصل لها هيت اكسشينج مع الستيم. يعني احنا عندنا باي برودكت من الستيم، خلينا نشاور بالماوس دلوقتي اهو، عندي ستيم خارج باي برودكت من المحطه، خلاص هو راح حرك التوربينات وعمل وظيفته وخرج كباي برودكت، بيخش عندي على هيت اكسشينجر اسخن بيه الميه اللي جايه هنا اهي فريش من من البحر. عندي ميه جايه فريش من البحر بتخش جوه الغرف زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وطبعا انا ليه بعمل شكل الزجزاج ده واللوب ده؟ عايز حد من الباشمهندسين معانا يفكر كده معايا، يقول لي ليه شكل المواسير اللي داخله الغرف بالشكل ده؟ انا متابع الكومنتات بتاعتكم، يلا قولوا لي ليه ممكن يكون المواسير داخله الغرف بالشكل ده؟ حد بيقول ممكن تعمل زوم اهو، ليه الشكل ده، شكل الزجزاج ده؟ مظبوط باشمهندس محمود، عشان ازود مساحه السطح اطول الوقت. اوكي، التخلص من الهواء يعني مساحه السطح طبعا، زياده زمن الالتماس او التلامس، مظبوط، وقت المرور، مظبوط، زياده زمن التلامس، مظبوط، ما شاء الله عليكم، بالظبط كده. كل ما زودت مساحة السطح هي نفس قطرة المياه اتعرضت لأكتر من نقطة في التلامس الحراري، فسخنتها جزئيا قبل ما أدخلها على التشامبر نفسها على الغرفة. يعني خلينا نتابع مسار المياه، الميه جايه فريش ووتر من هنا ساعه اهي بارده بدرجه حراره الغرفه من البحر، خرجت من الترومبه دخلت في التشامبر جوه البايب، هي لسه ما دخلتش التشامبر كميه، هي بس البايب دخلت جوه التشامبر وخرجت زي ما احنا شايفين، والباوز بيتحرك دلوقتي. انا كل اللي عملته في الخطوه دي بس عملت هيتنج للبايب وعرضت الميه جوه الماسوره لبعض الحرارة، فالمية سخنت جزئيا. تمام، انا كده المسار بتاعي اهو، نكمل المسار، خرجت من اخر التشامبر هتخش على هيت اكسشينجر. الهيت اكسشينجر بقى بيحصل فعلي تبادل حراري بين الستيم اللي جاي وبين الميه اللي داخله فريش. اول ما هتخرج من هنا هتعمل عمليه فلاشنج اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها دي، فلاش فلاش تطاير، كانها كانت مكتومه جوه البايب. ومكتومه ليه؟ لانها سخنت والمفروض بقى فيها بخار ماء، فاول ما لقت انخفاض في الضغط حصل ايفابوريشن، فده اللي عمل فلاش. تمام، فلما تخرج من التشامبر للتشامبر 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 ده المالتي ستيج فلاش. تمام، مالتي ستيج فلاش بتخش باكتر من مرحله. هنا الجزء الاولاني والمرحله الاولى بيحصل ايفابوريشن او فلاش في التشامبر الاولانيه، والميه تعدي، الميه المتبقيه تعدي للتشامبر اللي بعدها برضو يحصل فلاش في الشامبر اللي بعدها، وهكذا لحد اخر الشامبر يحصل فيها فلاش. لما يحصل فلاش هتيجي المكسب الثاني والدور الثاني لعمليه
المواسير اللي داخله بشكل زجزاج جوه التشامبر، اللي هي ايه؟ ان المواسير دي جايه لي بدرجه حراره الميه اللي بره، والمفروض البخار درجه حرارته مرتفعه. اول ما يلامس سطح المواسير اللي المفروض درجه حرارتها اقل منه يحصل ايه؟ يحصل الكوندنسيشن او التكثيف. فبعد ما يحصل التكثيف يبقى عندي هنا الكوليكتنج تشامبر اللي تجمع فيها الميه المحلاه بعد ما تكثفت وتخرج تتجمع في اللاين ده، اللي هو بقى عندي ميه محلاه، وفي الاخر يتجمع السولتي ووتر او الريجكت ووتر في اخر تشامبر ويخرج من التشامبر عشان يتم التخلص منه. تمام. المالتي ستيج فلاش واضح؟ طبعا دي كانت الوظيفه الثانيه، لاننا نزود مساحه السطح للبايبنج جوه الغرف عشان اكبر قدر من المواسير اللي فيها ميه تعتبر درجه حرارتها قليله مقارنه بدرجه حراره الستيم تتلامس مع الستيم فيحصل له كوندنسيشن. يبقى احنا كسبنا حاجتين، عملنا بري هيتنج للميه اللي داخله وكثفنا الستيم اللي خارج من السلاين ووتر عشان يتكثف وينزل ك ديسالينيتد او ديمينرالايزد ووتر. ده شكل المحطه في البحرين. ده ادي زي ما حضراتكم شايفين، ده الباور جنريشن ستيشن، دي محطه توليد الكهرباء، وادي التشامبر بتاعه المالتي ستيج فلاش. في البشمهندس بيقول كيف يتم التسخين المبدئي للمياه، او كيف يتم التسخين الاولي للمياه. زي ما اتفقنا ان مش المياه نفسها اللي بتتسخن بمصدر، يعني انا مش بسخن المياه بمصدر، انا بس واخد الباي برودكت لاين من الستيم. شايف الستيم هنا اهو، السهم بتاعه خارج من المحطه من هنا. يعني انا افترض ان محطه الباور جنريشن هنا خلصت، يعني استخدمت الستيم اللي محتاجاه والستيم خارج. الستيم ده بنعمل فيه ايه بعد كده؟ بنحوله لكوندنسيت ونستخدمه كميه بيور في البروسيس تاني. فبدل ما اعمل كوندنسيشن وافقد حرارته من غير استفاده، بفقد حرارته عن طريق الهيت اكسشينجنج هنا مع الميه اللي جايه لي من البحر في اللاين. فهنا بيتم تسخين ميه البحر اللي جايه فريش من البحر هنا كده. حضرتك شايف؟ ودي بتبقى بدايه عمليه تسخين الميه الفريش اللي جايه من المصدر المالح. واضح الام اس اف المالتي ستيج فلاش؟ طبعا المالتي ستيج فلاش لما يبقى مقرون بمحطات الباور جنريشن بيبقى ليه البريوريتي وليه الادفانتج عن باقي الديسالينيشن تكنولوجي، لان اوريدي انت بتعمله كومباكت مع سيستم الباور جنريشن. تاني ميثود او تاني تكنولوجي من الديسالينيشن هي الايون اكسشينج تكنولوجي او الديمينراليزيشن تكنولوجي. حد تاني من البشمهندسين بيقول الصوت بيقطع، فانا عايز اتاكد هل المشكله عندي ولا تكون مشكله في الانترنت عند البشمهندس؟ لا الصوت واضح يا دكتور، بس استاذن حضرتك في نسبه صدى صغيره جدا، لو ممكن ان احنا يعني طيب اوكي نظبطها. خلينا اوكي.
طيب كده ايه الاخبار؟ تمام يا دكتور، اتفضل. طيب خلينا نكمل ال desalination technologies. التكنولوجي الثانية اللي هنتكلم عليها الايون اكسشينج تكنولوجي. الايون اكسشينج تكنولوجي هي عملية تبادل ايوني بين سينثيتيك بوليمر احنا اللي محضرينه واحنا اللي مصنعينه، وبين الايونز الايونات اللي موجوده في الميه. وده خاص زي ما اتفقنا انه ملوش دعوه بالمصطلح العام للديسالينيشن قد ما هو سبيسيفيك لعمليه التبادل الايوني للايونات الموجوده في الميه. يعني لو في حاجه شوائب في الميه سسبندد ماتر مثلا زي ال NOM الناتشرال اورجانيك ماتر مثلا، ما مش هيعمل لها حاجه. فده سبيسيفيك لعمليه الدي سولتنج للميه، عمليه نزع الاملاح من الميه عن طريق التبادل الايوني. طيب خلينا نتكلم في حته صغيره جدا عشان نمهد لايه تبادل ايوني. اللي درس كيمياء عارف انه في حاجه اسمها الكيميكال بريوريتي. الكيميكال بريوريتي هي اولويات الايونات الكيميائيه انها تحل في محل الايونات الاخرى في مركباتها. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ في بعض الايونات الكيميائيه بيبقى ليها نشاط اكبر من ايونات تانية، فبالتالي بتقدر تسطو عليها، تاخد منها مركبها، تاخد منها الروابط بتاعتها، تخش تحل محلها وتطردها هي بره. فالفكره جت من هنا، ان بما ان في ايونات اقوى من ايونات فاحنا نعمل سينثيتيك ريزن. السينثيتيك ريزن ده او الريزن المصنع ارتفيشال نحط فيه ايونات ضعيفه، بحيث لما تمر عليه في الميه الايونات القويه تطرده، تمسك هي في الريزن اللي احنا مصنعينه وتطرد الايون الضعيف. والايون الضعيف ده بيبقى سيلكتد انه مرغوب فيه، يعني او مش هيضرنا في حاجه. مثال ان احنا في عمليات السوفتننج والسوفتنر. في عمليات السوفتنر عايز اسال سؤال للبشمهندسين معانا، احنا في السوفتنر بنتارجت نشيل عنصر ايه وايه؟ يلا جاوبوني. احنا بس عايزين نصحصح البشمهندسين، لان كده كده هشرح السوفتنر بنعمل ايه بالظبط فيه. هيا يا باشمهندسين، السوفتنر بنتارجت فيه ان احنا نعمل تبادل ايوني لايون ايه وايه سبيشيالي. طيب السوفتنر بنشيل فيه الووتر هاردنس. ها لسه ما حدش جاوب خالص. لا انا خايف يكون ناموا مني. هو هيكون شرحي ممل. هاي يا باشمهندسين، طيب باشمهندس انت سامعني؟ سامع حضرتك يا دكتور، ده ما طيب شاء الله في تفاعل كويس. كبير جدا مع حضرتك. طيب الحمد لله. طيب خلينا نقول السوفتنر او الميسرات اللي بتتارجت ان هي تشيل عصر المياه او الووتر هاردنس، مينلي اكتر عنصر موجود يسبب الووتر هاردنس هو الكالسيوم والمغنيسيوم كربونات. هو ده عصر الميه الاشهر الموجود. التمبرري هاردنس مولكيولز في الميه هي بتبقى كالسيوم ومغنيسيوم كربونات. فبالتالي لما احط ريزن اتارجت اشيل بيه كاتايونز ايونات موجبه، هشيل ايه؟ هشيل الكالسيوم ومغنيسيوم. فبالتالي لما اشيل كالسيوم ومغنيسيوم عايز احط ايون اضعف منهم، عشان اول ما الكالسيوم والمغنيسيوم يعدوا مع الميه يلزقوا هم في الريزن
وينزل الايون الثاني مكانهم اللي مش هيسبب لي مشكله زي الصوديوم ايون. فبالتالي في عمليات السوفتنينج ايون اكستشينج بنحط على الريزن اللي احنا مصنعينه صوديوم ايون، لما يعدي عليه الميه فيها كالسيوم ومغنيسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم يحصل له بايندنج ويحصل له ترابط مع الريزن، وينزل مع الميه الخارجه من السوفتنر او الايون اكستشينج كولوم يخرج معاه صوديوم ايون. والصوديوم ما بيعملش عصوره في المياه، فبالتالي يبقى انا حققت التارجت من الايون اكستشينج. طب ده بالنسبه للسوفتنينج. تعال نتكلم على عمليه الديمينراليزيشن اصلا. طيب قبل ما نتكلم في الديمينراليزيشن ونزع الايونات بالكامل، خلينا نبص على الصوره دي. ده شكل حبايه الريزن، الريزن بيد موديل. زي ما حضراتكم شايفين هي بتبقى سفيريكال شيب، مدوره عامله حبيبات يعني مدوره، وبيبقى البوليمر تشين في حاجه اسمها الفانكشنال جروب او الجروب الفعال في البوليمر. البوليمر كتشين بيبقى انرت ملوش دور، لكن احنا مطعمينه في بعض السايتس فانكشنال جروب، والفانكشنال جروب دي بتبقى ماسكه في ايون ضعيف وصغير زي اما بالنسبه للكاتيونيك ريزن. ولما نقول كلمه كاتيونيك ريزن يبقى ريزن خاص بالكاتايونز. اوكي يعني ايه ريزن خاص بالكاتايونز؟ كلمه كاتاين يعني ايونات موجبه. يبقى لما نقول ريزن خاص بالكاتايونز يبقى الريزن ده هيشيل الايونات الموجبه من الميه. يبقى الكاتيونيك ريزن هيبقى سبيشيالي خاص بالايونات الموجبه اللي هتمر عليه في الميه. فبالتالي انا محتاج ريزن يبقى ماسك فيه ايون موجب برضه بس ضعيف، بحيث لما الايونات الموجبه الثانيه تعدي عليه وتتلامس مع الريزن يحصل التبادل الايوني عن طريق الاحلال والكيميكال بريوريتي، انه الايونات القويه اللي ماشيه مع الميه تحل محله وتمسك هي في الريزن، وينزل مع الميه الايون الضعيف اللي انا حاطه. اما الشكل للفانكشنال جروب والايون اللي ماسك فيها اما يكون صوديوم ايون او بروتون هيدروجين موجب، بحيث ان احنا في عمليات الديمينراليزيشن والدي سولتنج للميه لو شلت من الميه كل الكاتايون ايون اللي هي الايونات الموجبه، وعن طريق ريزن اللي اسمه ايونيك ريزن، انيونيك ريزن او الريزن الانيوني، ان انا اشيل الايونات السالبه واحط مكانها هيدروكسيل جروب او اتش، يبقى خرج من كاتيونيك ريزن اتش موجب وخرج او اتش سالب من الانيونيك ريزن، في الاخر هيتكون لي ووتر مولكيول الاتش 2 او. فبالتالي بعمل عمليه ديسولتنج بشكل شبه كامل للمياه. ده رسم سكيماتيك لحبايه الريزن، الصوديوم فورم كاتيونيك ريزن، صوديوم فورم كاتيونيك ريزن. معلش انا يعني هتكلم في حاجات صغيره خالص كده، بس هتفرق كتير جدا جدا مع اللي بيتعامل مع الماركت في انه يشتري ريزن او يصمم المحطات اللي فيها ايون اكستشينج ريزن، عشان يبقى عارف ايه نوع الريزن اللي هيستخدمه. يعني مثلا ما يبقاش القصه بالنسبه له ان انا عايز سوفتنر ريزن، لا، لازم يبقى عارف السوفتنر ريزن ده هو عباره عن اسمه العلمي ايه وبيعمل ايه بالظبط. السوفتنر ريزن ده عباره عن سترونج كاتاين ريزن او سترونج كاتيونيك ريزن، بيبقى في الصوديوم فورم. لما نقول كلمه صوديوم فورم يبقى الايون التبادلي اللي ماسك فيه في الفانكشنال جروب بيبقى صوديوم ايون. والصوديوم ايون لما هنيجي في جدول الكيميكال بريوريتي، تعالوا نبص عليه كده، هنلاقيه في اسفل الجدول. هنرجع طبعا للكلام ده تاني، اهو شايفين كده الصوديوم فين، اهو اسفل جدول الكيميكال بريوريتي. كل العناصر فوق الصوديوم تحل محله، فبالتالي الميه لو جاي معاها اي عنصر من العناصر دي
هتمسك في الريزن لانها اقوى منه ويطرد مكانه الصوديوم. اوكي، ده شكل برضو حبايه الريزن بالسكاننج الكترون مايكروسكوب الاس اي ام. ده شرح للجزء اللي احنا قلناه في السوفتنرز، ايه اللي بيحصل بالظبط، انه بيحصل كاتشنج للكالسيوم والمغنيسيوم ايون وبيحل محلهم في المياه او بينزل مكانهم في المياه الصوديوم ايون، طبعا هم اللي بيحلوا محله. طيب حد هيتطرق لذهنه ان الريزن ده ليه ليميتد سايتس، ليميتد اكتيف سايت، يعني لما نبص بعينينا كده لحبايه الريزن دي، حبايه الريزن دي نقدر نعد فيها كم ايون صوديوم، ايا كان العدد ففي الاخر هو ليميتد، يعني الميه هتعدي هتتبادل مع كل الايونات دي و لحد ما يحصل ان هي كلها تتشبع. تمام كده، كل الصوديوم ده هينزل ويمسك مكانه كالسيوم مغنيسيوم ايا كان، فكده الريزن باظ خلاص، ما هو ما فيش مكان تاني يمسك فيه كالسيوم تاني ومغنيسيوم تاني. حد يقول لنا كده هل كده الريزن هيترمي، يعني هيعاد استخدامه ازاي؟ يلا يا باشمهندسين قولوا. مظبوط باشمهندس محمود، بعد التشبع بنعمل ريجينريشن. الله اكبر عليكم ما شاء الله الكل، الله اكبر الله اكبر، المعلومه جميله ويعني كل عارف، الله اكبر. طيب فعلا بنعمل ريجينريشن. طيب السؤال الادق شويه، طب الريجينريشن بيتم بايه؟ خلينا انا اقول لكم بايه وبعدين اسالكم السؤال الرخم شويه. الريجينريشن بيتم سترونج كاتاين ريزن بصوديوم كلورايد، يعني بنحط كونسنتريشن معين من الصوديوم كلورايد ينشط يعيد تنشيط تاني الريزن. طيب ازاي تاني الصوديوم يحل محل الكالسيوم؟ ما هو خلاص بقى، ما هو كالسيوم مسك مكانه، المفروض الكالسيوم اقوى من الصوديوم، فازاي بقى نحط صوديوم تاني يطرده ويمسك هو مكانه فيرجع تاني للريزن نشط؟ يا باشمهندسة وفاء بتقول كل لتر ريزن ياخد 100 جرام ماء. اوكي مظبوط، هي اكتر شويه من 100 جرام، 120 ل 150 جرام. بس ليه بقى؟ يعني ازاي الصوديوم يطرد تاني الكالسيوم؟ تنشيط عكسي، اوكي ماشي، بس لا فين الاجابه بقى؟ ليه الصوديوم يحل تاني محل الكالسيوم مع ان الكالسيوم في الجدول زي ما شفناه؟ تعال نبص على الجدول كده، الجدول الكالسيوم اقوى من الصوديوم كايون بكتير، سابقه بكتير، يعني ادي الكالسيوم هنا اهو، اهو كالسيوم وادي الصوديوم تحت اهو. ايوه باشمهندس عمرو قال لك زياده التركيز، مظبوط قاعدة ريشت ليه عن طريق زيادة التركيز، الله أكبر مظبوط كده. التركيز العالي، أنا بحاول أقرب من السكرين بس عشان أشوف الإجابات بتاعتكم. الفكرة في التركيز، مظبوط باشمهندس محمود، باشمهندس عمرو عدد أيونات الصوديوم يكون كبير ضغط التنشيط العكسي، مظبوط مظبوط ما شاء الله اجاباتكم زي الفل. في عندنا التبسيط البلدي بتاع العمليه دي، مثال بلدي كنا دايما زمان بنسمعه وهو حقيقي وليه اساس علمي، اللي هي ايه؟ الكتره تغلب الشجاعه. هو ده فعليا حاجه شبيهه جدا ليه، هي اللي بتحصل، انه التركيز العالي من الصوديوم
بيعمل ايونيك لود، انه يطرد الايونات اللي حلت محله وان كانت اقوى منه في الترابط الكيميائي. فلو كان حل محل الصوديوم كالسيوم او مغنيسيوم، تعالوا بصوا في الجدول كده، كالسيوم ومغنيسيوم اهم، تمام، كالسيوم ومغنيسيوم. لو حل محل الصوديوم كالسيوم ومغنيسيوم، الكيميكال بريوريتي هم اكبر منه لكن مش بكتير. فنتيجه التركيز العالي للصوديوم، احنا بنحضر سوبر ساتوريتد سوليوشن من الكالسيوم من الصوديوم كلورايد عشان ننشط تاني السوفتنر وننشط تاني السترون كاتايون ريزن الصوديوم فورم. بنحط سوبر ساتوريتد سوليوشن زي ما قالت الباشمهندسه وفاء، ان في عدد جرامات معين لكل لتر، بنوصل لحد 150 جرام بير لتر لكل لتر ريزن، 150 جرام ملح لكل لتر ريزن، عشان نوصل للسوبر ساتوريتد سوليوشن من الصوديوم كلورايد اللي يخش يطرد عمليه التبادل العكسي، يخش يطرد الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب عندنا الفرك، الحديد الثلاثي او الحديد المؤكسد، لو دخل، هل لو عملت ريجينريشن بالصوديوم كلورايد سوبر ساتوريتد سوليوشن يطرده؟ لا للاسف، لان ده بيبقى بنسميه الايرن بويزنينج اوف ريزن، اللي هو التسمم بالحديد. خلاص الريزن باظ للاسف، لانه خلاص مفيش حاجه هتعرف تحل محله تاني، تمام. فده عمليه الريجينريشن او اعاده التنشيط بعد ما كان اكزهوستد او بعد ما كان تشبع، بيحصل له عمليه ريجينريشن او اعاده تنشيط مره اخرى ويشتغل. وطبعا ده بيفرق كتير جدا 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 في الرننج كوست بالنسبه للمحطات. على سبيل الذكر ان في بعض المحطات بيحب يعمل حاجه اسمها بولشنج، بينقي الميه كده تنقيه اخيره بعد محطه ار او صغيره، فيروح حاطط ديسبوسبل ميكسد بيد، يحط ميكسد بيد عباره عن فيسل او عمود وفيه ريزن ميكس كاتاين واناين، فالميه تعدي، لو لسه فيها بواقي من الايونات موجبه او سالبه يحصل نزع ليها ويحصل بيوريفيكيشن كامل وعمليه بولشنج للميه. بس في الحاله دي في اغلب الاحيان في السمول سكيل بيبقى ديسبوسبل ريزن، بيبقى اول ما يتشبع خلاص بنرميه. ده شرح للسوفتنينج واحنا شرحناه بالتفصيل. والدي ايونايزنج شرحناه ان احنا عندنا نوعين من الريزن، الكاتيونيك ريزن هيدروجين فورم وانيونيك ريزن هيدروكسيل فورم او الاو اتش فورم، تمام. طبعا احنا الهيدروجين فورم او الصوديوم فورم من الكاتيونيك ريزن بيبقى الفانكشنال جروب بتاعته سلفونيك جروب، والهيدروكسيل ريزن او الهيدروكسيل فورم من الانيونيك بيبقى كواترنري امونيوم فانكشنال جروب. كذلك عندنا نوع تاني او فورم تاني من الانيونيك ريزن اسمه كلورايد فورم، بيبقى فيه سي ال سالب. ده شرح بسيط جدا عن طريق المعادلة الكيميائية ازاي بيحصل التبادل الايوني، الكالسيوم بيحل محل الصوديوم زي ما حضراتكم شايفين. ادي السلفونيك جروب اتاتشد معاها ايون صوديوم وايون صوديوم تحت مع جروب تانية اهي، يخش الكالسيوم يطرد الصوديوم ويخش كل ايون كالسيوم يحل محل اتنين ايون من الصوديوم. زي ما قلت لحضراتكم الكاتاين ريزن بيبقى سلفونيتد بوليستايرين،
والايون النشط بتاعه بيبقى اما بروتون او هيدروجين فور، او الفورم الثاني بتاعه صوديوم فور. الانيونيك ريزن بيبقى كواترنري امونيوم، وبيبقى فيه اما هيدروكسيل جروب فور او كلورايد فور. ده شرح تاني لعملية التبادل الأيوني بالمعادلات الكيميائية. زي ما حضراتكم شايفين كالسيوم بايكربونيت والكالسيوم سلفيت لما يعدي على كاتايون ريزين في الصوديوم فور يخرج في المية معانا صوديوم بايكربونيت وصوديوم سلفيت، والكالسيوم يتمسك على الريزين. كذلك في الهيدروجين فور يخرج كربونيك أسيد ويخرج سلفوريك أسيد مكان الكالسيوم كربونيت والكالسيوم بايكربونيت والكالسيوم صلفيت. كذلك باقي الفورمز بقى، يعني حتى في الانيونيك ريزن لو دخل صوديوم صلفيت يتمسك الصلفيت ويخرج مكانه صوديوم كلورايد. لو هو كان الانيونيك ريزن عبارة عن كلورايد فورم بيخرج ايون الكلورايد مكان ايون الصلفيت. الالكترو دي ايونيزيشن. قبل ما نخش في الالكترو دي ايونيزيشن نقول معلومه سريعه جدا جدا. الهيدروجين فورم بالكاتيونيك ريزن والهيدروكسيل جروب فورم في الانيونيك ريزن. يلا يا باشمهندسين بننشطهم ازاي؟ احنا في الصوديوم فورم دخلنا له صوديوم كلورايد، ما شاء الله الباشمهندسين تقريبا كلهم بيجاوبوا. الله اكبر، زي الفل، مظبوط كده. بننشط الكاتيونيك ريزن الهيدروجين فورم بهيدروكلوريك اسيد، وبننشط الانيونيك ريزن هيدروكسيل جروب فورم بالكوستيك صودا بالان او اتش. الالكترو دي ايونيزيشن، عشان نسهل الالكترو دي ايونيزيشن ببساطه شديده جدا، احنا شرحنا كل اللي فات ده او الجزء اللي فات ده كنا بنشرح الدي ايونيزيشن او الدي مينراليزيشن عن طريق الايون اكسشينج. فاحنا شرحنا دلوقتي الايون اكسشينج بيعمل الدي ايونيزيشن ازاي. كل اللي اتضاف هنا الكترو، صح؟ فبالتالي احنا دخلنا عامل الكهرباء مع الايون اكسشينج ريزن. الهدف من الالكترو دي ايونيزيشن هي عمليه الكونتينوس ريجينريشن اوف ريزن، كونتينوس ريجينريشن اوف ريزن عن طريق الالكتريستي، عن طريق الكهرباء، وبالتالي تتسمى الكترو دي ايونيزيشن. ساعات بيتسمى السي اي دي اي اللي هي continuous electro deionization او CDI continuous deionization، تمام كده؟ طب ايه بقى فكرة continuous electro deionization؟ انه ببساطة شديدة لو حطينا الريزن مع selective semi permeable membrane، ممبرين شبه نفاذ، وحطينا على جانبي الخلية اللي هيمر فيها المية على الريزن كسود وأنود، فبالتالي الأنود كقطب موجب كهربي يسحب الأيونات السالبة أول ما يحصل لها اكستشينج على سطح الريزن. معايا تاني؟ المية أدي الفيد ووتر أهي نازلة بتخش للتشامبر، تمام؟
اول ما بتخش التشامبر على الريزن بيحصل ايون اكستشينج بروسيس، يحصل تبادل ايوني على الريزن. الريزن الكاتيونيك ريزن بياخد الكاتاينز، بياخد الايونات الموجبه، والانيونيك ريزن بياخد الايونات السالبه. بدل ما يحصل لها بايندنج، بدل ما تترابط وتمسك في الريزن، يحصل لها ايه؟ انجذاب للكاثود والانود. يحصل انجذاب للايونات اللي تم فصلها من الميه عن طريق القطبين، الانود يسحب الايونات السالبه والكاثود يسحب الايونات الموجبه، ويخرج البراين ووتر في الاخر او الويست من هنا، ويخرج البرودكت بعد ما عدى على الريزن من هنا، وفي الاخر بتفضل الريزن ريجينريتد. بيحصل دايما كونتينوس ريجينريشن من غير كيميكال. فافضل شيء قدمه التكنولوجي دي انه قلل الكيميكال هازاردز، قلل استخدام الكيماويات. حد بيقول الصوت مكتوم، هل الصوت وصل يا باشمهندسين ولا ايه؟ إيه دكتور، هو الصوت بيعلى وبيوطى، ففي يعني بيتكتم فترة كده وبعد كده بيرجع كويس وهكذا. طيب كده كده تمام؟ اه كده تمام يا دكتور، اتفضل. طيب اوكي. طب ال شويه اللي فاتوا اللي اتشرحوا كانوا واضحين اصلا ولا في حاجات وقعت خالص؟ اللي هو السلايد بتاعت الالكترو دي اينيزيشن. لا هو كان واضح، بس كان الصوت بيوطى شوية، بس هو تمام يعني، كان كنا سامعينه كويس. طيب ممتاز ممتاز. زي ما قلت لحضراتكم، فكره الاي دي اي هي عمليه الكونتينوس ريجينريشن عن طريق الالكتريكال كارنت. ان انا احط كاثود وانود على جانبي الخليه، فيحصل نزع مباشر ومستمر للايونات اللي هيحصل لها تبادل على سطح الريزن، الكاتيونيك ريزن والانيونيك ريزن، فما يحصلش تشبع ابدا للريزن لحد ما يحصل تلف لحبايه الريزن نفسها. تمام. طيب الصوت البشمهندسين لسه ما زالوا حتى الان بيقولوا ان الصوت مكتوم. طب دلوقتي تمام ولا لسه مكتوم؟ عشان بس ما افضلش اشرح السلايدز اللي بعدها، عايزكم تقولوا لي الصوت تمام ولا ايه؟ تمام، واضح زي الفل، كويس قوي. طيب نكمل. كان قبل ما اسال سؤال الصوت واضح ولا لا، حد من الباشمهندسين بيقول طب ليه ما استخدمناهوش بدل التنشيط بالملح؟ هو الدي ايونايزر عموما بتستخدم لنزع الايونات كامله. نوع من الريزن اللي هو الكاتيونيك ريزن، السترونج كاتاين ريزن، بيستخدم سبيشيالي لعمليات السوفتنينج، عمليات تيسير المياه او ازاله العصر من المياه. فالاي دي اي بيشيل كل الاملاح، كاتايون ايون وانايون ايون، الايونات الموجبه والايونات السالبه، فما بيستخدمش لعمليات السوفتنينج. هو دايما خلينا بقى نقول الحته اللي مش دايما بتتقال في شرح الاي دي اي، ان هو ما ينفعش للاستخدام المباشر. يعني انا ما ينفعش ادخل عليه ميه بحر واقول هو هيحليها. لا، اولا هو تكنولوجي رائعه لكن سنسيتيف جدا جدا جدا، واولا الكابيتال كوست بتاعها عالي. يعني ده تكنولوجي اكسبنسيف، مش اي محطه بيتحط فيها اي دي اي. فبالتالي الاي دي اي بيتحط في المحطات اللي محتاجه كواليتي اوف بروديوسد ووتر او اوف بيرميت ووتر او برودكت ووتر عاليه جدا. فدايما دايما دايما بنحطه از بوليشر، بنحطه لزياده تحليه المياه وتنقيتها من بواقي الاملاح اللي هتعدي من بعد التكنولوجي الاساسي اللي انا حاطه، ايا كان ريفرس اوزموزس او تراديشنال تكنولوجي تاني. فدايما اصلا المياه اللي بتخش عليه بتبقى لو سالاين ووتر، ميه ملوحتها مش عاليه قوي. ثانيا بيبقى محتاج ثبات في التيار الكهربائي عشان ما يحصلش حاجه للكاثود والانود بتاعه لانهم سنسيتيف برضه. فده
ردا على سؤال الباشمهندس اللي بيقول طب ليه احنا ما استخدمناهوش بدل التنشيط بالملعب. هنتكلم على النوع الثالث وهو اساس بقى المحاضره. كل اللي فات ده كنا بندردش ونتعرف على حضراتكم. اللي جاي هو المحاضره ان شاء الله. الممبرين ديسالينيشن او التناضح العكسي ريفرس اوزموزيس ديسالينيشن. تمام. ببساطه شديده جدا جدا طالما قلنا ريفرس اوزموزيس يبقى في الاوزموسيه العاديه الاوزموزيس. التناضح اكتشف بدايه من خلايا جذور النبات. ايه بقى حوار خلايا جذور النبات وايه علاقته بتحليه الميه؟ بدايه معرفه الاوزموزيه جت من بحث العلماء عن كيفية سحب النباتات للمياه من التربة. ازاي النبات بيسحب مية من التربة؟ بياخد مية ازاي ويطلعها فوق ازاي؟ سبحان الله. في الاخر لو تفتكروا الكلمة اللي قلتها لحضراتكم مع بداية شرح التكنولوجيز في التحلية قلت لكم الناتشرال ديسالينيشن عملية التحلية الطبيعية والبخار دي سنة الله عز وجل انه ده خلق الله اللي بيوحي لينا ان احنا نتعلم منه. فدي كانت بداية الاوزموزية والريفرس اوزموزيس انه عن طريق بحث العلماء انه كيفية سحب المياه من التربة الى جذور النباتات وخلايا جذور النبات وسحبها لأعلى نقطة في النبات وجدوا ان المياه تتحرك من الاكثر تركيزا للمياه والاقل تركيزا للاملاح الى الاقل تركيزا في المياه والاكثر تركيزا في الاملاح عن طريق المرور من خلال غشاء شبه نفاذ. الخلية هنفترض ان دي خلية نباتية جواها سيتوبلازم اي حاجة بس تعبر ان في تركيز جوه. تمام. السيتوبلازم ده بيخلي التركيز للمحلول الداخلي او العصارة الخلوية جوه النبات عالية فبقى محلول مركز جوه النبات. هنا محلول مركز عن طريق العصارة الخلوية جوه الخلية والتربة فيها مية. العصارة الخلوية اللي مخلية المحلول المركز تجبر المية انها تدخل من التربة لجوه الخلية النباتية خلية الجذر فيحصل عملية سحب للمياه من خارج الخلية الى داخل الخلية عن طريق التباين في التركيز للأملاح حوالين غشاء الخلية. دي الأسموزية الطبيعية عن طريق انه في اختلاف في تركيز الأملاح بين الطرفين. يتوقف العملية الأسموزية عند حدوث الاتزان الإكوليبريوم انه يحصل توازن بين تركيز المياه خارجيا وتركيز المياه داخليا إما كتركيز للمياه وما يعنيه من احتوائه على أملاح. يعني ما نعني نقول أملاح عالية معناها مياه أقل ومياه تركيزها أكبر معناها ملوحة أقل. فاهميني ولا متلخبطين؟ يا باشمهندسين. تمام. في حد من الباشمهندسين بيقول تاني. طيب عندنا الغشاء شبه نفاذ. خلينا نتكلم بقى
على الجهاز اللي قدامنا، وهنعتبر برضو ان هو ده الخلية، ده الغشاء اهو، والنقط الصغيرة دي عشان بس نقول ان هو سيمي بيرميابل ممبرين، شبه نفاذ. تمام. وكلمة شبه نفاذ تعني ان هو بيسمح بمرور المياه وبعض الاملاح لكن لا يسمح بمرور كل الاملاح، عشان كده تسمى سيمي بيرميابل ممبرين. تمام. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده فريش ووتر، كلمة فريش ووتر معناها ايه؟ مية كتير واملاح اقل، صح كده؟ وهنا سولت ووتر، سولت ووتر معناها ايه؟ املاح كتير ومية اقل. ما هو المعنيين واحد، تمام كده؟ فلو اتكلمنا من باب الاملاح فهنقول ان المية بتنتقل من الاملاح الاقل الى الاملاح الاكثر عشان يحصل تعادل في تركيز الاملاح، تمام؟ او نقدر نقول انها بتنتقل من الجانب الذي يحتوي على كمية مياه اكبر للجانب الذي يحتوي على كمية مياه اقل، وهتبقى هي هي، والانتقال هيبقى من الفريش ووتر للسولت ووتر لانها نسبة وتناسب. عشان يحصل إيكوليبريم في التركيز لازم يبقى فيه تناسب بين نسبة الأملاح مع الفريش ووتر وحجم المية مع الفريش ووتر، ونسبة الأملاح في السولت ووتر مع حجم المية في السولت ووتر، تمام كده؟ وزي ما قلت لحضراتكم تتوقف العملية الأسموزية في سحب المياه في حال حدوث الاتزان، او زي ما بيقولوا كده انه كل خلق الله عز وجل تسعى للإيكوليبريم للاتزان. الريفرس اوزموزس بقى، الريفرس اوزموزس هو معكوس عملية الاسموزية. معكوس عملية الاسموزية ان احنا عايزين المايه تمشي في الاتجاه المعاكس، يعني بدل ما هي كانت بتنتقل من هنا لهنا عايزينها تمشي العكس زي ما السهم ظاهر اهو، تمام؟ عايزينها تمشي من السولت ووتر، احول المايه اللي فيها ملح كتير اوديها ناحيه المايه الفريش ووتر، عايز اعكس العمليه. طب عشان اعكس العمليه دي اكتشفوا ايه العلماء؟ اكتشفوا انه حال حدوث إكوليبريم لما مية انتقلت من الفريش للسولت ووتر كان في قيمة مضادة لعملية اتجاه المياه هي اللي وقفت عملية الانتقال، وهو الضغط المعاكس او بنسميه بقى الضغط الاسموزي. تعال نرجع كده ونشوف الفرق هنا. لو افترضنا ان هنا حصل إكوليبريم عند الصورة دي، فاصبح مستوى المية هنا فوقيه مستوى زيادة من المياه في الجانب المالح، وحصل إكوليبريم. حصل إكوليبريم ليه؟ لان ضغط عمود الماء ده وزنه على وحدة المساحات هو ضغطه على سطح الغشاء المواجه ليه هنا، يبقى الشوية الزيادة هنا دول عملوا ضغط معاكس لاتجاه سريان المياه وانتقالها فوقفت عملية الانتقال. فالعلماء قالوا ان احنا لو عملنا applied pressure هنا ضغطنا بضغط قيمته اكبر من الأوزموتيك بريشر، يعني أكبر من ضغط عمود الماء اللي حصل هنا، المية هتجبرها أو عملية الضغط دي هتجبر المية إنها تتحرك في الاتجاه المعاكس
وتمشي من السولت ووتر للفريش ووتر زي ما حضراتكم شايفين في السلايد اللي بعدها. يبقى احنا محتاجين نعمل ابلايد بريشر اكبر في القيمه من الاوزموتيك بريشر اللي نتج نتيجه اختلاف عمود المياه، ساعتها هنقدر نجبر الميه تمشي في الاتجاه المعاكس، عشان كده سميناها ريفيرس اوزموزيس، تناضح عكسي. وطبعا عشان هو سيمي بيرميبل ممبرين، هو شبه نفاذ بيعدي الميه وبعض من الاملاح، لكن معظم الاملاح ما بيعدهاش وبيحصل لها ريجكشن او طرد في الجانب المالح. ده صوره بتجمع بين الاثنين، الاوزموزيس والنورمال اوزموزيس والريفرس اوزموزيس. حد عنده اي مشكله او التباس في مفهوم الاوزموزيه والتناضح العكسي او الريفرس اوزموزيس؟ طيب تمام، يعني انا شايف بعض الباشمهندسين بيقول لا تمام وواضح وتمام. طبعا انا شايف حد من الباشمهندسين باشمهندس بديع ما شاء الله عليه، يعني سابق في الكومنتات وبيتكلم على ان هيحصل تكلس وهيحصل لازم مانع ترسيب. طبعا طبعا الكلام ده، لكن احنا بنشرح الفينومينا الظاهره الطبيعيه، بنحفظ او بنشرح هو يعني ايه اصلا ريفرس اوزموز. لسه هنتكلم طبعا طبعا عشان ده يتم بشكل عملي صحيح، ايه البريكوشنز وايه المتطلبات بتاعته. رول اوف ثامب زي ما بيقولوها كده البراكتيكال وايز وحسابيا سريعا من باب الحسابات السريعة بدون equations، بنقول ان الـ total dissolved solids بتاعة المية لما اقسمها على 100 ده الاوزموتيك بريشر بتاع نوعية المية دي. اوكي، وطبعا تبقى القيمة بالـ PSI، ولو قسمتها على 1400 تبقى القيمة للاوزموتيك بريشر بالبار. ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان احنا لما نعرف نوعية المية نعرف الضغط الاسموزي اللي هينتج نتيجة ملوحة المية، فبقى محتاج اطبق ضغط اعلى من الرقم ده. وطبعا بيبقى في فرق ضغط وعوامل اخرى بتسبب ان احنا علينا مينيمم ليميت من النت درايفنج بريشر اللي يسمح ويسبب مرور المياه من خلال السيمي بيرميبل ممبرين. طبعا هنا بيدي اكزامبل ان ال 100 بي بي ام، لو ميه ملوحتها 100 بي بي ام هيبقى الضغط الاسموزي بتاعها 1 بي اس اي، 1000 بي بي ام 10 بي اس اي، 35000 بي بي ام، يعني زي مثلا ميه البحر الاحمر بعض الاماكن فيها 350 بي اس اي. ده الاوزموتيك بريشر. حد من الباشمهندسين بيقول الشاشه اختفت، فعايز اتاكد لحسن يكون الكل مش شايف اللي انا بقوله دلوقتي. لا تمام واضح يا دكتور، الشاشه واضحه. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. برضو رول اوف ثامب الرينج للابلايد بريشر، احنا اتفقنا ان احنا عشان نعكس العملية الاسموزية هنعمل applied pressure على الجانب السولت ووتر او البراين ووتر
او السي ووتر اكبر منه، اكبر من الاوزموتيك بريشر، عشان نقدر نحقق ان احنا نعكس اتجاه الميه من خلال السيمي بيرميبل ممبرين. فعندنا السي ووتر تقريبا بيبقى الابلايد بريشر على الاغشيه من 55 ل 70 بار، في البراكش ووتر من 10 ل 40 بار، في النانو فلتريشن بيبقى من 3.5 ل 15 بار. ومعلش دي جايه من مرجع لكن او يعني من ساينتفك بيبر، لكن انا معترض عليها ان احنا نتكلم على حته ابلايد بريشر بالنسبه للالترا فلتريشن والمايكرو فلتريشن. ده مش ابلايد بريشر ولا يعنينا هنا في الحته دي. ليه؟ لانه هنا ده مش كروس فلو ممبرين سيباريشن، ده ديد اند سيباريشن، وهنفهم ايه الفرق بين الكروس فلو والديد اند. فبالتالي عمليات الالترا فلتريشن والمايكرو فلتريشن ما بيبقاش dissolved salt separation. الالترا فلتريشن والمايكرو فلتريشن mainly شغالين على suspended solid separation. ده شكل الممبرين ريفرس اوزموزيس ممبرين باختلاف مقاساته. ده شرح مبسط للاناتومي بتاع الممبرين، تشريح الممبرين ببساطة شديدة. التراديشنال ممبرين او اكتر نوعية ممبرين معروفة طبعا ومستخدمة عالميا هي السبايرال ووند ممبرين. سبايرال ووند ممبرين هو عبارة عن برميت تيوب، عبارة عن ماسورة perforated مفتوحة فيها فتحات في منتصف الممبرين، يحصل رولينج للشيت عليها، بيحصل لف للممبرين والشيت عليها عشان يدي في الآخر شكل السبايرال اللي هو بالشكل الحلزوني ده ملفوف على بعضه، فعشان كده تسمى سبايرال ووند ممبرين. تمام. الشيت بيبقى عبارة عن طبقة من حاجة اسمها الفيد سبيسر. الفيد سبيسر دي طبقة عبارة عن شبك بلاستيك بتدي فراغ بين طبقة الشيت والأخرى، بين طبقة الشيت والأخرى، أو وجه الشيت من الطبقة الفعالة للممبرين أو البولي أمايد لاير والشيت الوجه الاخر للشيت او الانفلوب الثاني للبولي اميد لاير الثانيه، بحيث يمر فيه الميه الفيد عليه، يحصل لها مرور من خلال الطبقتين الغشاء. اولا يعمل حاجه اسمها تيربولنت فلو، عباره عن مسار موجي للمياه هيقلل التصاق الأملاح اللي هيتم تركيزها في المية على سطح الغشاء. رقم اتنين الحفاظ على مسار مفتوح دائم لمياه الدخول. تمام. بعد كده عندنا الشيت نفسه عبارة عن ظرف مقفول، في النص في ممر بنسميه البرميت كارير. ده وجهين الممر او وجهين الشيت عباره عن بولي امايد شيت. يعني هنفترض، خلينا نيجي في حته هنا كده واسعه شويه، هنفترض ده كده الشيت كله اهو، هنا اللي فوق دي طبقة بولي أمايد وتحت
البولي ستايرين كارير، تمام؟ بيتم طي الشيت ده من هنا عشان يبقى الوجهين بولي امايد، بيحصل كده. يبقى من فوق هنا بولي امايد ومن تحت هنا بولي امايد، ودول الوجهين الملامسين للفيد ووتر، وفي النص بيبقى المياه اللي تم فصلها من الفيد ووتر ستريم وبقت مياه منتجه هنا في النص، تمشي على حاجه اسمها البرميت كارير لحد ما توصل تبنتريت، تمشي طبعا في شكل سبايرال زي ما اتفقنا، تمشي مع الشتات لحد ما توصل للبروفريتد تيوب هنا وتخرج مع البرميت. ده الكونفيجريشن البسيط لعمليه تصنيع الممبرين. الممبرين نفسه بقى، الشيت بقى نفسه اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو هنا ده، اتفقنا ان احنا هنعمله شكل ظرف، هنقلبه كده ونقفله من الثلاث جوانب ونسيب جنب مفتوح اللي متوصل بيه البرميت تيوب او البرفوريتد تيوب دي، تمام؟ الشيت بقى الممبرين نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث طبقات. الطبقه الاولى الفعاله وهي ارق طبقه في تكوين الممبرين، بيسموها السن فيلم بولي امايد لاير، اهي السن فيلم، وبتبقى 0.2 مايكرومتر في السكنس بتاعها، ودي الطبقة الفعالة اللي بتفصل الأملاح، اوكي. بعد كده هي محمولة على بولي سالفون سبستريت. الطبقة دي المفروض ان هي طبقة حاملة للبولي امايد، لكن هي ليها دور فعال ان هي بيحصل تداخل بينها وبين البولي امايد عشان تبقى هي السبورتيف لير بتاعت البولي امايد ويحصل تماسك بينهم. الاتنين محمولين على طبقة اسمك منهم هي بولي ستايرين او بولي استر، بولي استر لير، تمام؟ ودي بتبقى الطبقة الأكبر في الممبرين ويبقى ليها الوزن الأكبر في الممبرين. عشان نتكلم في السلايد دي على حتة إن لما بنعمل فيد ووتر ببريشر أكبر من الاوزموتيك بريشر بتاع الميه، فيحصل لي انتاج لميه برميات لو سالينيتي ووتر، ويحصل خروج لستريم تاني الميه فيه اكثر ملوحه او الميه تركزت فيه. قبل ما نشرح ده عايز نتكلم في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. الباشمهندس واحنا بنشرح على حته الاوسموزيه او النورمال اوزموزيس والريفرس اوزموزيس، كان بيقول هيحصل تكلس ولازم انتي سكيلنت، مظبوط. لو كل الميه اللي داخله على السيمي بيرميابل ميمبرين مسموح لها ان هي كلها تعدي، طبيعي جدا ان كل الاملاح اللي كانت في الميه هتتكلس وتترسب على الوجه الملامس للفيد ووتر وتقفل الممبرين بشكل عاجل، هتقفله، تمام؟ هيتقفل. فبالتالي ما ينفعش الديد اند فلتريشن ميثود، يعني ما ينفعش كل الميه اللي داخله للممبرين اخرج بيها كميه منتجه. فبالتالي لازم يحصل عمليه الكروس فلو فلتريشن، كروس فلو فلتريشن، ان هو اقسم الاستريم بتاع الميه جزء ينتج وجزء يخرج كصرف او كريجكت او ككونسنتريتد ووتر، ميه زياده في التركيز للاملاح او ميه مركزه الاملاح. ده ليه؟ عشان ما يحصلش اللي الباشمهندس كان بيقول عليه، انه يحصل تكلس للاملاح وترسب للاملاح على سطح
الممبرين. انا مش بس عايز الخص الامور في املاح تترسب، انا عايز اقول الكونتامينانت، اي شيء بيحصل له فصل من المياه على سطح الممبرين في حاله الديد اند هيتفصل تمام. اما في حاله الكروس فلو فما بيبقاش فيه سماحيه كبيره لانه يحصل التصاق وترسب على سطح الغشاء. ليه؟ لانه دايما دايما بيحصل سوابنج او بيحصل شير فورس، عمليه ازاحه واليمينيشن لاي حاجه هتتم ترسبها هنا. زي ما حضراتكم شايفين سهم الميه بقوه الفيد وبريشر الفيد بيطرد الحاجات اللي ممكن تتركز او تترسب على سطح الغشاء، بتعمل عمليه ازاله وكسح للترسبات زي ما البشمهندس محمد كان بيقول. فبالتالي الفلو على الريفرس اوزموس ممبرين بيبقى كروس فلو ميثود مش ديد اند ميثود. اوكي، مش ديد اند فلو. تمام. فبالتالي احنا الستريمز بتاعه الريفرس اوزموس بنخش بفيد ستريم واحد، نخرج بتو ستريمز، نخرج ببرميات ستريم ميه منتجه والريجكت ستريم ميه عاليه الملوحه مطروده في الصرف. باشمهندس مصطفى بيقول نعيد الحته دي تاني. طيب عشان ندي مثال بسيط يوضح الفرق بين الديد اند فلتريشن والكروس فلو فلتريشن، ببساطه شديده جدا جدا، الفلاتر الميكرونيه او الالترا فلتريشن او الميديا فلتر، اي واحد من دول، ايه اللي بيحصل؟ كل المياه اللي داخلاله خارجه منه، صح؟ يعني خلينا نتكلم بالارقام. لو انا عندي ووتر فيد ستريم 100 متر مكعب في الساعه هيخش على ساند فلتر، هل الساند فلتر هيفصله ل 50 متر ميه متفلتره و50 متر ميه بتترمي؟ لا، بيدخل 100 متر مكعب يخرج منه 100 متر مكعب متفلترين، صح ولا غلط؟ فده ديد اند فلتريشن ميثود، ديد اند فلتريشن فلو. تمام، كل الميه اللي داخلاله بتتفلتر وتخرج منه، فبالتالي كل الشوائب اللي ليه القدره على فصلها بتتفصل على سطحه، ولذلك هو ده سبب عمليات الغسيل المستمر للميديا وعمليات الغسيل المستمر للالترا فلتريشن موديول وعمليات الكليننج المستمر لبعض المايكرو فلترز او استبدالها في الانواع الاخرى. واضحه دي؟ ده الديد اند، ان كل المايه اللي داخله خارجه منتجه، خارجه بقى منتجه بعد الغرض من البارير اللي عدت عليه، خارجه منتجه بعد فلترتها، خارجه منتجه بعد ازاله بكتيريا منها، ايا كان. لكن كل الووتر فوليوم اللي داخل على الجزء اللي احنا عايزين نحدد هو ديد اند فلو ولا كروس فلو، كل الميه اللي داخله خارجه يبقى ده ديد اند. تمام؟ في الكروس فلو لا، كروس فلو معناه ان انا بقسم الووتر ستريم، الكميه الميه اللي داخله بتتقسم جزئين، جزء يعدي من البارير، يعدي من الممبرين ويبقى منتج، وجزء ما يعديش من الممبرين ويخرج يطرد كصرف.
ده كده اسمه كروس فلو. تمام؟ واضحة الفرق بينهم؟ طبعا في الكروس فلو ليه ميزتين مهمين قوي قوي، هي عملية زي ما اتفقنا السويبنج، سويبنج اواي للفاولنت، اي حاجة هتلزق على الممبرين هيتم ازالتها وطردها خارج الغشاء في ستريم الكونسنتريت او ستريم الريجكت. كذلك في حاجة عندنا هنبقى نشرحها اسمها البولاريزيشن لاير. البولاريزيشن لاير كل ما كانت زيادة كل ما تأثر على البرميابيليتي بتاعت الممبرين وإنتاجية الممبرين والسولت ريجكشن بتاع الممبرين. فبالتالي الكروس فلو كل ما حسناه كل ما ظبطنا حتة البرسنتج بين الريجكت وبين البرمييت، كل ما حسنا عملية ان احنا نقلل البولاريزيشن لاير على سطح الممبرين. انا بس حبيت اوضح ان احنا ليه في الممبرين بندخل بستريم فيد ووتر ونخرج بتو ستريم، واحد برميت واحد ريجكت. الممبرين سيباريشن، الممبرين المفروض انه يفصل ايه؟ اتفقنا ان هو سيمي بيرميابل ممبرين. سيمي بيرميابل ممبرين معناه انه يعدي المية وما يعديش الاملاح. اوكي؟ يعدي المية وما يعديش الاملاح. طب هل هو ما بيعديش الاملاح خالص؟ يعني 100% سولت ريجكشن؟ لا طبعا. تمام؟ ما بيبقاش 100% سولت ريجكشن، بيعدي بعض الايونات من خلال الغشاء. تمام؟ طب على اي اساس؟ يعني ايه اللي يخلي ايون يعدي وايون ما يعديش؟ عوامل كتيره جدا جدا جدا، منها الفيزيكال ومنها الكيميكال، وفي الاغلب الافكت ما بيبقاش الفيزيكال حسب المتوقع. يعني خلينا نتفق اتفاق انه في بعض التكست بوك بتصنف الممبرين سيباريشن انه فيزيكال سيباريشن بروسيس، ان هو عباره عن ممبرين لبور سايز بيفصل الاملاح الاكبر من البور سايز ده. تمام؟ وان كانوا محقين جزئيا، لكن مش ده الاساس. احنا عندنا عوامل كتير بتاثر على عمليه عدم مرور الاملاح، منها عمليات الريبولشن فورس بين الاملاح المتشابهه بعد تركيزها في الستريم بتاع الفيد. بولاريزيشن لاير بتتكون على سطح الممبرين في الاتجاه المقابل للفيد ستريم. بيحصل بعض مرور الاملاح المونوفالنت الصغيره عن طريق عمليه الانتشار الديفيوجن، فده اللي بس مسموح بيه انه يعدي. تمام؟ اللي هي ايه؟ ايون صغير يعدي عن طريق الديفيوجن وعن طريق الايونيك سترينس على سطح الغشاء فيعدي جزء منه. ولذلك هتلاقي المونوفالنت ايون بتطرد بنسبه 99% 98.8، ده المونوفالنت. اكبر من المونوفالنت المفروض انه بيحصل له نظريا 100% سولت ريجكشن نظريا، لكن عمليا بيحصل برضه بعض المرور نتيجه عوامل اخرى زي الايونيك سترينس والبولاريزيشن لاير وما شابه. تمام؟ عشان نتخيل قصه ليه ما بيعديش كل المونوفالنت ايون، زي ما حضراتكم شايفين كده ده اصغر ايونين مشهورين كومون موجودين بتركيزات عاليه في الميه. طبعا اكتر تركيز للاملاح في مياه البحر مثلا الصوديوم كلورايد، صح كده؟ ده اكتر حاجه مسببه السلينيتي في السي ووتر.
الصوديوم كلورايد كعنصر او كمركب هو ايونيك كومباوند، بيحصل له انحلال للايونات بتاعته في الميه عن طريق الهايدريشن. ان لما الصوديوم والكلورايد كصوديوم كلورايد كومباوند بيتواجد في الميه بينحل لصوديوم ايون وكلورايد ايون، هما ما بيسيبوش بعض لكن بينفصلوا جزئيا ويحصل لهم تأين عن طريق الهايدريشن، انه يتجمع حواليهم جزيئات الميه لانها جزيئات قطبيه، ليها قطبين، قطب موجب وقطب سالب. فجزيئات الميه تحاوط ايون الصوديوم وجزيئات ميه تحاوط ايون الكلورايد. طبعا ايونات جزيئات الميه تحاوط ايون الصوديوم الموجب من الاتجاه القطبي السالب بتاع جزيئات الميه، فاصبح ايون الصوديوم ده حجمه بعد الهيدريشن، ايون الكلورايد ده حجمه بعد الهيدريشن. فبالتالي الحجم طالما كبر بعد الهيدريشن بيصعب مروره من خلال الغشاء. لكن نتيجة عوامل أخرى زي البولاريزيشن لير وزي الأيونيك سترينس اللي بيحصل على سطح الممبرين بيعدي بعض الجزيئات اللي هي برسنتج قليلة جدا من المونوفيلنت أيون. طبعا هنا برضو توضيح بسيط جدا، طب ليه الدايفيلنت أيون يعني صعب جدا بقى تعدي، ويعني قلما أنها تعدي؟ زي ما حضراتكم شايفين كل ما الفيلنسي زاد كل ما كانت الشحنة بتاعته أكبر، كل ما هيبقى عنده هيدريشن لير أكبر، فحجمه يبقى أكبر بكتير من الدايفيلنت من المونوفيلنت. ده غير إن هو حجم الأيون نفسه أكبر. ده شكل التربولنت فلو على الفيت سبيسر، المية بتخش تمشي على الفيد سبيسر بالشكل ده وهكذا. طبعا ده ليه مميزات، انه يقلل الفاولنج على سطح الممبرين، يقلل التصاق الملوثات على سطح الممبرين، ويحافظ على استمرارية وجود ممر لدخول المياه بشكل ده. ده الفلتريشن سبيكتروم، يعني بيقول لي من خلال الفيزيكال فلتريشن كل نوع يقدر يفصل ايه من المياه. انا عايز اسال حضراتكم في حاجه مش واضحه ولا لا؟ يعني الدنيا لحد دلوقتي تمام ولا لا؟ تمام زي الفل. اوكي ممتاز. خلينا نتكلم على الفلتريشن سبيكتروم. من الاخر، حجم الملوثات في المياه والمقابل ليها اللي يصلح لفصلها من المياه. عندنا البيتش ساند او حبيبات الرمله اللي ممكن تيجي مع مياه التغذيه، ممكن يكون حجمها 1000 ميكرومتر في الدايمتر، يعني تقريبا بنتكلم في 1 ملي، لحد ما هنوصل لمثلا البكتيريا انها تبقى 1 ميكرون، أو بعض الفيروسات اللي هي 1 من 100 مايكرون، والميتال آيون والأكوا سولت 1 من 1000 ميكرومتر في حجم الجزيء. لو بنتكلم في أحجام كبيرة زي البيتش ساند
البولين جرين ممكن تتشال بسهولة على البارتكل فلتريشن او الميديا فلترز. اشهر انواع الميديا فلتر حضراتكم عارفين السيليكا ساند، الرملة. والسيليكا ساند هي برضو بتجمع بين الفيزيكال فلتريشن عن طريق البور سايز، وحاجة تانية بتحصل هي فيزيكال عن طريق تكوين الفلتريشن كيك، انه يتجمع على سطح الميديا بعض الشوائب تصغر حجم البور سايز بتاع الرملة فتدي فلتريشن أدق من الرملة نفسها. تمام؟ خلينا نبص عليها بسرعة ونرجع تاني نكمل. ده شكل الميديا لاير والفلتريشن بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين دي حبيبة رمل، جنبها حبيبة رمل، جنبها حبيبة رمل، فيه بينهم مسافة بينية. ده البور سايز بتاع الفلتريشن لاير بتاعت طبقات الميديا. كل ما عملنا مالتي جريد لايرز من الميديا كل ما حسنت الفلتريشن ريت بتاع المي. كل ما صغرت المسافات البينية دي كل ما هحصل على فلتريشن أعلى، وبالتالي كل ما صغر البارتكل سايز بتاع الميديا بتاع الرملة كل ما البور سايز قل كل ما اداني فلتريشن اعلى. وبيتم السلكشن بيزد على طبيعه الميه، بيتم سلكشن البارتكل سايز للرمله على طبيعه الميه. يعني لا يعقل ان انا مدخل ميه صرف فيها تي اس اس عاليه جدا واحط مثلا بارتكل سايز صغير جدا. ليه؟ هينسد بسرعه جدا ويحصل دلتا بي بسرعه جدا، وتقريبا هتغسل الميديا اكتر ما هتدخلها في الخدمة. تمام؟ ده بالنسبة للميديا فلتريشن والبور سايز بتاعها والمايكرون ريت بتاعه. طيب براكتيكالي الميديا فلتر او الساند فلتر مينلي المايكرون ريت بتاعه في معظم الديزاين تكست بوك لحد 50 مايكرومتر فلتريشن ريت، وفي احيان وذكر في بعض الكتب، وخلينا نقول براكتيكالي ممكن نوصل لحد اب تو من 20 ل 25 مايكرومتر فلتريشن ريت. تمام؟ فبالتالي ده الماكسيمم افشنسي فلتريشن ريت بالنسبه للميديا فلتر. طب ما احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان في حاجات في الشوائب اصغر. تمام؟ زي الواحد مايكرون ده في بعض البيجمنتس مثلا، بعض البكتيريا والحاجات دي ممكن تسبب مشاكل بالنسبة للممبرين لازم اتخلص منها. طيب خلينا نقر بحقيقة مهمة جدا، ان الممبرين وظيفته بالنسبة لي الديسولتنج، انه يشيل الاملاح الزائبة
فبالتالي حضرتك لو سبت اي حاجه تانية تخش عليه بقت هي حمل عليه بره الفانكشن بتاعته، بره الفانكشن بتاعته. يعني هو مطلوب منه يشيل املاح دايبه، يشيل dissolved salts. لما انت تدخل له شوائب معلقه هتسد جزء كبير من الممبرين سيرفيس اريا اللي اكيد اكيد هتقلل من كفاءه عمل الممبرين. فبالتالي مطلوب من حضرتك كديزاينر، مطلوب من حضرتك كراجل هتعمل محطه ريفرس اوزموزس، انك تشيل كل ما هو غير الديسولفد سوليدز قبل ما تخش على الممبرين. اي من اول بقى اللارج بارتكلز زي البيتش ساند بقى، او اللارج بارتكل اللي هي زي الدست وما شابه، الحاجات الاصغر منها زي الكولويد، والحاجات بقى الاصغر منها زي البكتيريا او الميتال اي. تمام، المفروض تتخلص منهم باي طريقه فيزيائيه او كيميائيه قبل ما تخش على سطح الممبرين عشان يقوم بوظيفته الاساسيه انه يشيل الديسولفد سوليدز. عشان نتخيل حجم البور سايز بتاعه الممبرين، لو تخيلنا ان دي خليه، وده الحجم الحقيقي لخليه الدم الحمراء، لو حد يعني كان شاف ليها صور او فيديو تحت الميكروسكوب، هي 6 مايكرو متر في الدايمتر بتاعها، ورينج كبير من البكتيريا 0.2 مايكرو متر في الدايمتر بتاع الخليه البكتيريه. البور سايز بتاع الممبرين هو الكره البيضاء الصغيره اللي في النص دي 5 من 10000 مايكرو متر. ده حجم البور سايز بتاع الممبرين، وبعض التكست بوك بتقول ان هو 1 من 10000 زي ما حضراتكم شايفين هنا في الرسمه دي. لو افترضنا ان دي الهيومن هير تقريبا 70 مايكرومتر في القطر بتاعها، تحتيه البكتيريا من 2 من 10 ل 1.5 مايكرومتر، اصغر منها الفيروسز من 4 من 1000 ل 1 من 10 مايكرومتر، اصغر منها الميتال اوكسايد من 2 من 10000 ل 8 من 1000 مايكرومتر. البور سايز بتاع ريفرس اوزموز ممبرين 1 من 10000 مايكرومتر. فبالتالي لا نغفل عن انه اوريدي فعلا بيتم فيزيكال سيبريشن عن طريق البور سايز للممبرين، بس مش ده كل حاجه. اوكي، طيب احنا هنخش في بعض الترمينولوجي المتخصصه في الريفرس اوزموز. حابين تاخدوا بريك ولا نكمل، ولا نقفل النهارده ونكمل بعدين؟ هستنى ردود حضراتكم. هي باشمهندسة هبة، قولي لي مجمل الآراء ايه؟ مع حضرتك يا دكتور، هما طبعا الزملاء مبسوطين جدا من المحاضرة النهاردة، بس بيقولوا لحضرتك ان المعلومات الدسمة، فياريت لو نكمل في بنور قادم، يعني ننسق مع حضرتك وبنور اوكي قادم بإذن الله. طيب، اوكي بإذن الله. طيب خلينا، تحبوا ناخد الترمينولوجي ونبدأ بيها المرة الجاية تبقى للتذكرة؟ هما 3 سلايدات أو 4 سلايدات، بعدين نكمل نبدأ بيها في الويبينار الجاي إن شاء الله. بإذن الله يا دكتور، اتفضل.
طيب احنا عندنا بعض المصطلحات الخاصة ب reverse osmosis especially، ان احنا عندنا حاجة اسمها البرميت ووتر. برميت ووتر المياه المنتجة، او الفريش ووتر او البرودكت ووتر اللي هتطلع مية صالحة للاستخدام بعد الممبرين. بعد كده الريجكت ووتر او الكونسنتريت ووتر او البراين ووتر، كلها مصطلحات لنفس المعنى، وهي المياه مركزة الاملاح اللي تشبعت او تركز فيها الفاولنت او البليوتنت اللي موجودة في المية وبتخرج في الصرف. تمام. الريكفري هي نسبة الاستخلاص، هناخد نسبة مية محلاة قد ايه بالنسبة لمية الفيد، كمية الماء المنتجة بالنسبة لمية الفيد قد ايه. السولت ريجكشن هو قدرة الممبرين على طرد الاملاح من المية، وطبعا ليه اكويشن زي ما حضراتكم شايفين، هنتكلم بالتفصيل فيها المحاضرة الجاية بإذن الله. تمام. السولت ريجكشن هي عملية فصل الاملاح او نسبة فصل الاملاح على سطح الغشاء. السولت باسج المعكوس بتاعها هي نسبة الاملاح اللي بتمر من خلال الغشاء وتخرج مع البرودكت ووتر المية المحلاة. كونسنتريشن فاكتور، وده هيبقى لينا يعني قاعدة طويلة معاه، لانه مهم جدا 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 في العملية التشغيلية لمحطات الـ RO اللي تقدر تحكم بيها محطتك فيها مشكلة ولا مفيهاش. ببساطة شديدة ايه الـ concentration factor؟ هو الفاكتور بتاع معدل تركيز الأملاح في المياه، يعني المية داخلة بأملاح معينة هتتركز كم مرة وتخرج في الـ concentrate، ودي الـ equation بتاعته تساوي 1 على 1 ناقص الـ recovery. طبعا هندي أمثلة عليه ونقول ايه أهميته في انك تحكم على المحطة شغالة كويس ولا فيها مشاكل. الفلكس هي معدل انتاجية وحدة المساحات من سطح الممبرين، يعني كل متر مربع من الممبرين بينتج كام لتر مية في الساعة، او كل قدم مربعة من الممبرين بتنتج كام جالون في الساعة أو في اليوم. يبقى هي كمية المياه المنتجة من وحدة المساحات في وقت محدد، ده الفلكس. عندنا حاجة اسمها الباس والستيج، ببساطة شديدة لحد ما نشرحهم بالتفصيل، لو خدنا الكونسنتريت اللي هو مية الصرف بتاع ممبرين دخلناها على ممبرين تاني، ده كده ستيج اخر، ده كده مالتي ستيج. اما لو خدنا البرميت دخلناها على ار او تانية، كده بقى مالتي باسس او دبل باس. اوكي. ونكمل المحاضرة الجاية بإذن الله. سعدنا بلقائكم النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا من معلومات النهاردة، وشكرا جزيلا لأكوا إنرجي إكسبو والقائمين عليها وعلى رأسهم باشمهندس محمد خليفة، جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا، ونلقاكم في وقت قريب جدا إن شاء الله في محاضرة تانية وبنار تاني. سعدنا بلقائكم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرتك دكتور محمد شعبان، حقيقي الشرح سلس والويبينار كان بمثابة مرجع علمي قيم جدا في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية، وبنشكر الزملاء الحضور على الاستماع، متمنين لكم الحصول على أقصى استفادة، وبنشكر فريق الإعداد والتنظيم على المجهود الكبير حتى يخرج لنا عمل بهذا التنسيق الرائع. وأخيرا بجدد الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى أكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنيرجي إكسبو، الجهة المنظمة للويبينار. كنت مع حضراتكم مهندسة هبة سيد
متمنين من الله تعالى أن نلقاكم على خير في الويبنارز القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.